次。Thank you.
سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما شفتوا معنا من البدايه ديال الفيديو، عندنا تقضيه ديال الشهر، اولا التقضيه ديال كارفور كما ولفنا كل شهر كنديرو. فان شاء الله شاركنا معكم جوله صغيره هكا في كارفور، ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم هكا التقضيه كامله اللي خدينا. كما كتعرفوا دائما كنكملوا على اللي كيبقى لينا من الشهر اللي فات، وهكا كيجينا اقتصادي، يعني ما كناخذوش كل شيء في مره، حنا كناخذوا غير اللي غنكملوا به الشهر ولا اللي كيبقى لينا. المهم دابا غادي نبداو. هنا خدينا هكا الزبده، خدينا منها جوج، هذه تقريبا الثمن ديالها كان 7 دراهم الوحده. خدينا القهوه، وخدينا اتاي، خدينا هاد الماركه هادي، وخدينا هادو الجوج. مازال عندنا تقريبا جوج باكيات من الشهر اللي فات، فغيكملنا عليهم. خدينا هاد النوع هادو، خديت نيسكافي، مازال عندي فيها شويه ولكن ما غاديش تكمل الشهر، كنحتاجوها هكا يا الحلوه ولا شي حاجه، والاغلبيه القهوه. خديت هاد القرعه الصغيره ديال المطيشه، مازال عندنا من الاخرى مازال تقريبا النص، خدينا غير هاد الصغيره، دابا ما كنحتاجوهاش بزاف ماشي بحال رمضان. خديت الدويمات ديال الزعفران، وخديت وحده ديال الدجاج، وحده ديال البقري. مازال عندي شي حاجه، هنا خدينا هذا البسكويت الدراري الصغار، وخدينا كوفيتير، خديت غير طاسه وحده، هذه زوينه كيكون فيها الطروفه كما تقول لكم دائما، هذه كتكون شويه اقتصاديه زايده على القرعه، وحتى الكوفيتير اللي فيها زوين. وخديت هاد الفرماج، هذا اول مره غادي ناخذوه، ما عرفناش كيفاش داير، غادي نجربوه. خديت الشكلاط ديال القهوه، اولا الحليب هكا الفطور ديال الدراري. وخديت هاد الزبده ديال الدهن، هكا هي الفطور ولا الحرشه ولا المسمن، واخا الاغلبيه كنديروها غير في الحرشه، كتجي زوينه. هنا خدينا السكر، خدينا 3 ديال القوالب، هادو اللي كيكفيونا هكايا الشهر كامل. وبالنسبه للسنيده كناخدو 4 كيلو، الاغلبيه كتمشي هكا غير في القهوه اولا الا درنا شي حلوه ولا شي حاجه. والقلب ديال السكر كنستعملوه الاغلبيه لاتاي. وبالنسبه للزيت كناخدو 7 يترو كل شهر، هذه اللي كتكفينا واخا كيبقى منها شي حاجه. بالنسبه دابا بقاو غير المواد ديال التنظيف، خدينا هذا كان فيه دايرين فيه هكا هذا ديميلور وشامبوان ديالو دايرين هاد الشراكه. خديت تيد ومعه جافيل ومعه هذا الصابون ديال المواعن، هذا فيه كيلو، تقريبا الثمن ديالهم كان 21 درهم الى عقلة، وهذا ب 14 درهم. خديت كيلو زايد حيت 2 كيلو هي اللي كتكفينا للشهر ديال الصابون. وصافي خدينا اخر حاجه هي بابي جينيك. صافي كتكون هذه هي التقضيه ديالنا لهاد الشهر. ان شاء الله نصور معكم هكا العطريه واللي خدينا هكايا ديال الشعريه والروز، وهذا ان شاء الله نديرهم لكم هكايا فيديو اخر باش ما يجيش هذا طويل. كانت هذه هي التقضيه ديالنا ديال هاد الشهر هذا، كنتمنى باش يعجبكم الفيديو، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.